الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجد سعيد نلتقي بكم في حلقة جديدة واللي غادي نتكلم فيها على شخصية رياضية كبيرة خلت بصمة ديالها متميزة في مدينة الحضر، الحاج دريس بن عمر المحتسب واللقب الطالبي أو الطالبي. كان كيشتغل مقاول وهو من حومة سيدي بن سليمان الجازولي، وبالضبط سيدي أحمد السوسي، كيقطن برياض عريق من فنون العمارة الإسلامية. استقبل فهاد الرياضة ذات مرة فريق ريمس الفرنسي واللي نبهوا كلهم بالشكل ديال هاد الرياضة هذا، وسبق لهذا الرجل أن استقبلوا الملك الراحل الحسن الثاني ووشحوا اعترافا بما قدموا لكرة القدم الوطنية والمراكشية. اقترن اسم هذا الرجل بالكوكب المراكشي، وانا شخصيا كنهيئ هذه الحلقة جلب لي واحد السؤال: ماذا لو حضر هذا الرجل زمان هذا الأوضاع اللي كتعيشها الكوكب المراكشي والناس اللي وصلوها لما وصلت إليه؟ الله يجزيه الرحمة والمغفرة. كتب الحاج دريس الطالبي أحد مؤسسي فريق الكوكب المراكشي، قرن اسمه هذا، قرن اسم هذا الرجل بالكوكب حتى بعد ما ماتوا، وضحى بالكثير من أجل هذا الفريق. حبذا لو المسؤولين اللي كيسيروا الفرقة اليوم ياخذوا العبرة من هذه الشخصية هذه ويكونوا رياضيين بمعنى الكلمة. وبالمناسبة ما ننساوش أصحاب الأيادة البيضاء اللي رفقاتو في التسير، بحال خوه سيدي محمد ومولاي إبراهيم التونسي والسي حماد الأزرع والسيد ريس بن شقون والسيد ناصر الفاسي والشريف مولاي أحمد العمراني. هكذا التاريخ ما كينساش، وكل واحد كيسجل عليه الشيء اللي قدم. الله يرحم هذا الرجل رحمة واسعة، وأتاه بحسن صانعه في دنيا وغفر لنا وله وجزاه خيرا عن أياته الرضا لفرق الكوكب المراكشي وللرياضة بصفة عامة. ولينا في الذاكرة خير أمل باش يتجدد العطاء لمصلحة كرة القدم المحلية والوطنية بكل سخاء ونكران الذات. أعزائي، ما بقى لي إلا نودعكم حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. من فضلكم دعم القناة بالانضمام ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم خالص المحبة والإخاء. ويلي ويلي يا وا، ويلي ويلي يا وا، ويلي ويلي يا وا.